السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. تحية لكم من الجزائر. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي الكرام متابعي القناة، في هذا الفيديو سنتكلم عن مخزون العسل داخل خلايا النحل. هل هو كافي للنحل دون تغذية؟ أم يجب على النحال تقديم التغذية بصفة مستمرة حتى تعيش خلايا النحل أو حتى يعيش النحل؟ ما هي الكمية اللازمة لخلية نحل قوية متوسطة وكذلك الخلية الضعيفة؟ قبل أن ندخل في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك معنا في القناة وتفعيل الجرس ليصلك أي جديد ينشر في القناة. إذن أصدقائي الكرام، المعروف أن في فصل الخريف والشتاء يقوم النحل بتخزين كميات كبيرة من العسل، سواء من التغذية المقدمة من طرف النحال أو من الرحيق الذي يجلبه من الطبيعة. وهذا يدخل في سلوك النحل لكي يستمر في الحياة. ومن جهة أخرى، يقوم النحل بالإنقاص من تغذية الملكة بالغذاء الملكي لهدف إجبارها على الإنقاص من وضع البيض، أو حتى في بعض الأحيان تتوقف يعني في فترات فصل الشتاء أو في فصل الشتاء أحيانا تتوقف الملكة، وكذلك نجد هذا السلوك في فصل الصيف عندما تشتد أو ترتفع درجات الحرارة. ولما ينقص النحل الصغير من الغذاء الملكي عند تغذية الملكة، تقوم هي بالإنقاص من البيض أو حتى تتوقف عن وضع البيض. وهذه الحالات أصبحنا نجدها كثيرا، يعني الملكة تتوقف عن وضع البيض في الشتاء أو آخر الخريف وكذلك بداية الشتاء، وكذلك حتى في فصل الصيف عند ارتفاع درجات الحرارة. يعني عامل الحرارة يؤثر على الملكة، أي أن النحل هو الذي يتحكم في الملكة وليس العكس. كلما كانت الحضنة كثيرة في فصل الشتاء، كلما استهلك النحل كميات كبيرة من العسل. ولكي لا يترك النحل أي فرصة للملكة لوضع بيضها ولو يعني بكميات قليلة أو بأعداد قليلة، يقوم النحل هذا الأخير أي النحل بملء كل العيون السداسية بالعسل. إذن من هذا المفهوم الذي قدمناه، هل مخزون العسل في الخلايا كافي دون تغذية في فصل الشتاء؟ طبعا في المناطق الباردة المخزون لا يكفي لكي يستمر النحل في الحياة، فالواجب على النحال دائما تقديم التغذية السكرية لكي يبقى المخزون ولا يقوم النحل باستهلاكه. فكمية العسل المخزنة في الخلية لها علاقة مباشرة مع كثافة النحل والحضانة الموجودة وكذلك الجو السائد في تلك المنطقة. أي يجب على النحال القيام بعملية حسابية تخص كثافة النحل، إطارات العسل الموجودة في الخلية، وكذلك والكميات التي يمكن أن يعطيها للنحل، يعني كميات الغذاء الذي يعطيه النحال للنحل، وكذلك الأوقات أو الفترات التي يكون فيها النحل محتاج للتغذية. فمثلا إذا عندك خلية فيها 80 أو 90% عسل، هنا تتوقف عن التغذية وتترك النحل يستهلك على الأقل نصف الكمية المخزنة، وتترك 40%. النحل يستهلك العسل عندما لا يخرج للمرعى، يعني في الأجواء الباردة يمكث كثيرا في الخلية، وبالتالي يستهلك العسل الموجود في الإطارات، خاصة تكون كمية المستهلك كبيرة عندما تكون الحضانة بكثرة. إذا كلما أعطيت لنحلك التغذية، كلما ساعدته على اجتياز فصل الشتاء بسهولة،
ويجب أن يركز النحال على التغذية الصلبة الكاندي وتوضع فوق الأقراص أو فوق الإطارات حتى تكون قريبة من النحل، أو العجينة البروتين نفس الشيء. إذا ننتقل إلى محور آخر، ما هي كمية العسل للخلية القوية والمتوسطة والضعيفة؟ يعني ما هو عدد الإطارات التي نتركها والتي تكون داخل خلية النحل، أولا القوية والمتوسطة وثالثا الضعيفة؟ الخلية القوية هي التي تكون فيها كثافة نحلية تغطي 6 أقراص فما فوق، تحتاج تقريبا أو يحتاج هذا النوع من الخلايا بين 3 إلى 4 إطارات عسل. هذا بالنسبة لخلية يعني قوية. نتكلم في فصل الشتاء طبعا، يعني الأمور تختلف فصل الربيع. الخلية المتوسطة وهي التي تكون فيها الكثافة بين 4 إلى 5 أقراص، فهي تحتاج ما بين 2 إلى 3 عسل، هذه احتياجات الخلية. ممكن خلية قوية تجد فيها أكثر من 6 أقراص، يعني تحتاج دائما لك إذا فيها 8 تحتاج 4 عسل. هذو ال4 عسل يكونوا دائما داخل الخلية، يعني موجودين. هذا هو مخزون العسل بالنسبة للخلية القوية تقريبا، هذا يعني تقريبيا وليس يعني حساب مضبوط. قلنا الخلية المتوسطة وهي التي تكون فيها الكثافة بين 4 إلى 5 أقراص، فهي تحتاج ما بين 2 أو 3 عسل. أما الخلية الضعيفة هي التي تكون أقل من 4 أقراص، وهي تحتاج ما بين إطار إلى 2 عسل. كل هذه الحسابات قلنا هي تقريبية فقط. وأخيرا كمية العجينة، عجينة الكاندي اللازمة للخلية القوية، هي ما بين 700 إلى 1 كيلوغرام. تكفي هذه 1 كيلوغرام من عجينة الكاندي، تكفي هذه الكمية تقريبا 15 يوم. الخلية المتوسطة تحتاج ما بين 400 غرام إلى 700 غرام من الكاندي لمدة 10 أيام، والخلية الضعيفة تحتاج ما بين 200 إلى 400 غرام من الكاندي مدة 10 أيام. الكميات هذه ليست يعني مدروسة بدقة، يعني الخلايا تختلف والسلالات تختلف والكثافة كذلك تختلف من خلية إلى أخرى. فقط يجب وضع الكاندي أو العجينة البروتينية مباشرة فوق الأقراص حتى تكون قريبة من النحل في فصل الشتاء. يعني أحيانا النحل لا يستطيع يعني الذهاب للغذاء البلاستيكية التي توجد فوق الخلية بسبب البرد، فيهلك، فهو لا يستطيع التحرك عندما يكون متجمع في وسط الخلية. لذلك يجب على النحال دائما تقديم تغذية أو وضع التغذية أمام مكان تجمع النحل وأمام الحضانة حتى تكون قريبة من النحل ويسهل عليه استهلاكها. دمتم في رعاية الله، حفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.